دبنجا راديو دبنجا راديو دبنجا راديو دبنجا. أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا الأعزاء في برنامجنا اليوم الأربعاء 27 من شهر 7 سنة 2022. بيشتمل برنامجنا على نشرة الأخبار وبرامج أخرى متنوعة، ولكن في البداية بنقدم لكم نشرة الأخبار ودي عناوينها. انخفاض منسوب نهر القاش في الساعات الأولى من صباح يوم الثلاثاء بعد ليلة عصيبة بلغ فيها النهر وتجاوز منسوبه القياسي المعروف. مواطنو مدينة الدمازين يطالبون السلطات بتكوين آليات متابعة ميدانية لمراقبة الحركة التجارية بالأسواق بسبب ارتفاع الأسعار. لجنة الأطباء المركزية تقول أن هناك 12 حالة إصابة تم حصرها في مواكب 25 سبعة، من بينها 5 حالة إصابة في الرأس بعبوات الغاز المسيل للدموع وحالة إصابة برايش في العين. وفاة المواطن خميس الدقيل متأثر بجراحه التي أصيب بها مساء أمس الاثنين من قبل 2 من المسلحين في كبكابيا بشمال دارفور. لجنة وقف إطلاق النار الدائم برئاسة يوني تاونز تعقد اجتماعا تشاوريا مع ممثلي المجتمع المدني اليوم الثلاثاء بفندق كريسموس لايت بالفاشر. والآن إلى تفاصيل النشرة من راديو دبنجا، يقراها لكم الصادق مصطفى زكريا. انخفض منسوب نهر القاش في الساعات الأولى من صباح يوم الثلاثاء بعد ليلة عصيبة بلغ فيها النهر وتجاوز منسوبه القياسي المعروف. وقال همرور حسين من كسل لراديو دبنجا أن منسوب النهر انخفض قليلا من ليلة أمس، إلا أنه يشكل خطرا حقيقيا خاصة وأن فترة الخريف في بدايتها بالنسبة لشرق السودان. وأوضح أن بعض القرى تضررت في محلية أروما حيث تضررت بعض المساكن وأنه لم تحدث خسائر في الأرواح. وطالب حمرور مواطني كسل بأخذ الحيطة والحذر، وأشار إلى أن مشروع القاش لم ينفذ العمل المطلوب قبل الخريف بفتح منافذ المشروعات، وأشار إلى أن بعض المزارعين يفتحون منافذ الترع من أجل سقاية مزارعهم ولكنهم يفقدون السيطرة على تدفق المياه، الأمر الذي قد يشكل خطرا على حياة الآخرين وممتلكاتهم. ووجه نداء للجنة الطوارئ بكسل بعمل الاحتياط اللازم وتوزيع الجوالات على سكان المحليات والمناطق المنخفضة مثل السوريبة والختمية وغيرها، وطالب بأن تكون هناك آليات جاهزة لردم منافس تسلل مياه الفيضانات، كما ناشد المواطنين بالاحتفاظ ببعض المؤن الغذائية وبقية الاحتياجات الضرورية تحسبا لأي فيضان. وأضاف لراديو دبنجا من كسلة: دور سيء جدا من بعض المزارعين، بيحاولوا بيفتحوا الترعة على أساس إنه تسجيل مساحته الزراعية، لكن الترعة ما بتتم السيطرة عليها وبيتغرق زراعته هو مساحته المستهدفة وبتفوت وبيتغرق بعض الغرة المكتظة بالسكان. عقدت لجنة وقف إطلاق النار الدائم برئاسة يوني تامس اجتماعا تشاوريا مع ممثلي المجتمع المدني اليوم الثلاثاء بفندق كريميسون لايت بالفاشر. ويقول الخبر الذي أوردته شبكة أخبار دارفور أن الاجتماع يجي لشرح اختصاص اللجنة وأنشطتها وتطورات أعمالها والاستماع إلى أولويات المشاركين واهتماماتهم في إطار تبادل وجهات النظر من الجهات ذات الصلة والفاعلة في المجتمع المدني. وتتطلع لجنة وقف إطلاق النار الدائم بالتخطيط لعملية وقف إطلاق النار الدائم وإدارتها ومراقبتها والتحقق منها والإشراف عليها في دارفور، حيث يستمر الاجتماع التشاوري ليوم واحد. يذكر بأن تشكيل لجنة وقف إطلاق النار الدائم في سبتمبر 2021 كجزء من تنفيذ اتفاق جوبا لسلام السودان، وتضم هذه اللجنة 3 ممثلين عن حكومة السودان وحركات الكفاح المسلح الدارفورية 5 التي وقعت على اتفاق جوبا لسلام السودان، واتخذت اللجنة الفاشر مقرا لها. هذا الاجتماع التشاوري هو جزء من الجهود المبذولة لإحاطة أصحاب المصلحة بالجهود الجارية التي تبذلها يونيتامس لتفعيل لجنة وقف إطلاق النار الدائم وتبادل الآراء حول دور الجهات الفاعلة في المجتمع المدني فيما يتعلق بعمل اللجنة.
طالب مواطنو مدينة الدمازين السلطات بتكوين آليات متابعة ميدانية لمراقبة الحركة التجارية بالأسواق، وقالوا بأن الحاجة ملحة لمثل هذا الإجراء في ظل الأوضاع التي يعيشها الإقليم بسبب الأحداث الأخيرة وضبط أسعار السلع الاستهلاكية وردع التجار الذين استغلوا الظروف المحيطة. وفي استطلاع واسع بالسوق الكبير بالدمازين أجراه الصحفي وليد علي ناشد المواطن عيسى عبد الله أعمال حرة وزارة المالية والمواصفات والمقاييس ومحلية الدمازين للاطلاع بأدوارهم وإحكام الرقابة الميدانية على الأسواق وردع كل من تسوي له نفسه التلاعب بقوت المواطن. وقال المواطن محمد عمر موظف أن الحياة بمدينة الدمازين عادت لحالتها الطبيعية وهناك استقرار ملحوظ، إلا أن ظاهرة ارتفاع الأسعار أصبحت حاجز يؤرق المواطنين خاصة الأسر الضعيفة وذوي الدخل المحدود، داعيا كافة المجتمعات لإعمال قيم التكافل والتعاون لمجابهة التحديات الماثلة. وفي ذات السياق قالت المواطنة أميرة عبد الله ربة منزل أن انقطاع التيار الكهربائي لمدة أيام أثر سلبا على معاش الناس، خاصة أزمة سلعة الخبز والدقيق، وامتدت آثاره لمياه الشرب وغيرها من ضروريات الحياة، آملة أن تتضافر جهود حكومة الإقليم وإدارة الكهرباء لعودة التيار الكهربائي. كشف الدكتور علي آدم علي عميد كلية تنمية المجتمع بجامعة سنار عن انطلاق مبادرة خلال الأيام القادمة لدعم التعايش السلمي ونبذ خطاب الكراهية والعنصرية، وأوضح بأن المبادرة تشمل عدد من المحاور أهمها محور الورش التي سينظم عدد منها بمختلف المحليات بسنار. وناشد الدكتور علي في تصريح خاص لراديو دبنجا وسائل الإعلام بالتبشير بالمبادرة ونبذ العنصرية وخطاب الكراهية، وأضاف لراديو دبنجا: تهدف هذه المبادرة إلى العمل من أجل تحقيق التعايش السلمي والسلام المجتمعي. تشمل هذه المبادرة عدد من المحاور، من أهمها هي محور الورش. نحن من هنا نوجه الإعلاميين بصفة عامة إنه لا بد لهم من المساهمة في مثل هذه المبادرات من خلال عملهم ونبذ خطاب الكراهية والعنف. قالت لجنة الأطباء المركزية في بيان صادر أمس الاثنين أن هناك 12 حالة إصابة تم حصرها في مواكب 25 من شهر 7، من بينها 5 حالة إصابة في الرأس بعبوات الغاز المسيل للدموع وحالة إصابة برايش في العين وحالة اختناق، وتنوعت الحالات من إصابات مباشرة على الجسم بعبوات الغاز المسيل للدموع منها إصابات في الرأس إلى الاختناق بالغاز والإصابة برشاش الرصاص الحي. وذكر البيان بأن هناك إصابات في الميدان تم علاجها من قبل فرق الإسعاف الميدانية، وأحجم البيان عن كشف تفاصيل المصابين انطلاقا من واجب الأطباء المهني تجاه احترام خصوصياتهم. وفي بيان سابق عن موكب 24 من شهر 7 سجلت لجنة الأطباء المركزية 14 حالة إصابة تم حصرها في هذا الموكب، منها 3 حالة إصابة في الرأس بالرصاص الحي في مدينة أم درمان، هذا إضافة لأربع إصابات في الرأس بعبوات الغاز المسيل للدموع وإصابة في العين به عبوة غاز، إضافة لإصابات أخرى متفرقة في الجسم نتيجة التصويب المباشر لعبوات الغاز. توفى المواطن خميس الجدال متأثرا بجراحه التي أصيب بها مساء أمس الاثنين من قبل 2 من المسلحين يستخدمون موتر في كبكبية بشمال دارفور، حيث تعرض خميس للهجوم بعد إقلاق دكانه في سوق الذهب وتحركه نحو البيت حاملا معه إيراد الدكان اليومي وما تبقى لديه من مسوقات ذهبية. نتج عن الهجوم إصابة خميس بالرصاص في رجله، إصابة يقول المصدر بأنها خطيرة أدت لوفاته في وقت لاحق. نظمت وزارة الصحة بولاية سنار بالتنسيق مع شركاء الصحة عيادات جوالة بمعسكرات النازحين المتأثرين من أحداث إقليم النيل الأزرق بالولاية، وأوضحت الأستاذة فاطمة محمد عبد الحليم مدير عام وزارة الصحة بالإنابة لوكالة السودان للأنباء التي أوردت الخبر أن هذه العيادات تأتي لتقديم الخدمات الصحية المختلفة للنازحين، وأشارت إلى أن وزارة الصحة تقدم خدمات متكاملة
للمتأثرين تشمل الخدمات العلاجية وخدمات التغذية والتحصين والأمومة وصحة البيئة، إلى جانب التوعية الصحية عبر كوادر صحية وطبية، وذلك في إطار الاستجابة السريعة للحد من المشاكل الصحية. من جهتها أبان الدكتور مزاهر علي مصطفى مدير الطب العلاجي بولاية سنار أن العيادات الجوالة شملت خدمات المعمل وحزمة الرعاية الصحية، وتمت بتنسيق تام مع التأمين الصحي وصندوق الإمداد الطبي فرع ولاية سنار ومنظمة رعاية الطفولة العالمية يونيسيف مكتب سنار. وأشارت إلى أنه تم تنفيذ 4 عيادات جوالة بمعسكرات النازحين من ولاية النيل الأزرق بغرض معالجة الحالات وتقديم خدمات الرعاية الأولية وتعزيز الصحة. قال حافظ إدريس إبراهيم مقرر اللجنة العليا للمطالبة بحقوق العاملين بولاية غرب دارفور أن المرحلة الثانية من الإضراب الذي استمر لمدة 2 شهر شملت كل العاملين في الوزارات، وتعود أسباب الإضراب لعدم صرف استحقاقات العاملين وتشمل فروقات عامي 2020 و2021 وتطبيق منشور 1/1/2022. وقال في حديث لراديو دبنجا أن حكومة الولاية لم توفي العاملين استحقاقاتهم، وأن منشور 1/1/2022 تم تطبيقه في جميع ولايات السودان ما عدا الولاية. وأضاف أن اللجنة جلست مع والي الولاية خميس أبكر واللجنة الفنية التي تم تكوينها من مديري الإدارات بوزارة المالية، وبيّن أنهم لم يتلقوا أي استجابة لتحقيق مطالبهم، مشير إلى أن الإضراب مستمر في مرحلته الثانية وقد يدخلون في مرحلة ثالثة حتى تطبق كل المنشورات الخاصة بالزيادات وتتم الاستجابة لجميع المطالب الخاصة بحقوق العاملين وتعديل رواتبهم في الميزانية الجديدة. وأضاف حافظ إدريس إبراهيم لراديو دبنجا نحن الآن دخلنا المرحلة الثانية من مرحلة الإضراب، وده الأسبوع الثاني لنا 2 شهر. كل الوزارات في حالة إضراب دائم بسبب حقوق واستحقاقات العاملين. حتى الآن حكومة الولاية لم توفي بهذه الأحود. المنشور 1/1 تم تطبيقه للأسف الشديد لأغلب ولايات السودان. اشتكى مواطنو ولاية شمال دارفور من الزيادات المتكررة التي اتخذتها حكومة الولاية في زيادة أسعار الوقود خلال هذا العام، مبينين أن وزارة المالية بالولاية أصدرت قرارا قضى بزيادة سعر صفيحة البنزين إلى 17,000 جنيه بزيادة 1,000 جنيه عن السعر السابق، وهدد سائقو المواصلات بزيادة تعريفة المواصلات خلال الأيام المقبلة حتى تغطي فرق الزيادات المتكررة. وأبدى السائقون استياءهم من هذه الزيادات، فيما ناشط مواطنو الولاية السلطات الحكومية بوضع معاناة المواطن وإيقاف نزيف الزيادات المتتالية في أسعار الوقود التي أثقلت كاهل المواطن وأرهقته. نبهت إدارة المرور السريع بجنوب دارفور بتوقف حركة سير المركبات بسبب السيول والأمطار بشارع عد الفرسان نيالة وادي بلبل تمبسكو الذي يفصل بين أم زعيفة ونيالة، والطريق المذكور هو الطريق قاري حتى منطقة أم دافوق الحدودية مع أفريقيا الوسطى. وتوقفت حركة السير بوادي عد الفرسان الذي يفصل بين منطقة أم جناح ومدينة عد الفرسان، حيث تسببت مياه السيول في تلف عدد من المركبات التي جرفها السيل. وناشدت إدارة المرور المواطنين بعدم التحرك إلى حين انخفاض السيل لدرجة تسمح بعبور المركبات. الخبر الأخير في النشرة، وصلت إلى حاضرة محلية سرف عمرة الدفعة الأولى من المواد والمعدات الخاصة بالمياه والإصحاح البيئي للنازحين الجدد المتأثرين بالأحداث الأخيرة. ويتركز النازحون الجدد في محليات سرف عمرة والسريف التي يستهدفها مشروع المياه وإصحاح البيئة وإدارة صحة البيئة بوزارة الصحة بدعم من منظمة اليونيسيف، وسيتم توزيع المواد على المتأثرين بتلك الأحداث بالتنسيق مع منظمة العطش وإدارة المياه وصحة البيئة بالمحلية. واحتوت الدفعة الأولى من المواد على صابون ومستلزمات صحية ومشمعات بلاستيك لإنشاء مراحيض وكلور بعبوات مختلفة وخزانات مياه كبيرة، إضافة لمواد للكشف وتحليل المياه لضمان جودتها. مستمعي راديو دبنج الأعزاء، بهذا الخبر نصل إلى نهاية نشرتنا لهذا اليوم. أنا بشكر لكم حسن المتابعة والاستماع، وحتى ألتقيكم في نشرة لاحقة لكم مني أطيب التحايا.